الميثودولوجي اللي انا اتبعتها ان انا عملت حاجتين، عملت literature review structured literature review و browsed الويب سايت سواء بتاع الكوميرشال سوفت وير، سواء بتاع التول ان كويستشن او الكوميرشال سوفت وير بتاع الكومبيتيتورز للسوفت وير ده او الناس عموما شغالين كوميرشال كلينيكال ديسيجن سبورت تولز. دورت في الجفرمنت ايجنسيز ويب سايتس زي healthit.gov و other agencies، ودورت في ال not for profit organizations زي ال HL7 organization and others، وقريت some technical reports مكتوبة سواء subject of matter experts كاتبينها او experts في الفيلد عموما بتوع ال medical informatics او clinical decision support. دي كانت الميثودولوجي بتاعتي. هتكلم في الـ next few slides عن الهايلايتس اللي لقيتها اثناء السيرش ده. اول حاجه انا كنت بصيت فيها او اول حاجه احب اعرض الهايلايتس بتاعتها هي healthit.gov، جزء السكشن خاص بالكلينيكال ديسيجن سبورت، وبالتحديد الستارتر كيت اللي كان بيتكلم عن 5 types of commonly used clinical decision support tools، وكان بيتكلم عن ان عندنا 5 major categories اللي هي الالرتس اند ريمايندرز، الاوردر سيتس، الانفو بوتنز، والداتا ديسبلايز، والدوكيومنتيشن تمبلتس از كلينيكال ديسيجن سبورت فانكشنز او تولز. وكان بيشرح كل حاجه فيهم وبيدي امثله عليها. الايجنسي فور هيلث كير ريسيرش اند كواليتي اتكلمت على 6 توبكس او 6 تولز، وستة تولز كان بيدي امثله على كل حاجه فيها وبيتكلم عن السب تايبس بتاعتها، ولقيتها تقريبا اوفرلابنج مع المذكوره في healthit.gov. و هيمس اتكلمت برضو على تولز فور سي دي اس انترفينشن، كانت برضو بنتكلم على more or less same، ولكن طبعا بتختلف بين التسميات والسب تايبس، لكن هو more or less the same tools. الكلام ده ياخدنا ل في ادم رايت ده سنة 2009 حاول يقارن الكلينيكال ديسيجن سبورت كابابيليتيز اوف كوميرشالي افيلابل كلينيكال انفورميشن سيستمز. يعني هو حب يكمبير والليست اللي هو عمل كومباريزن معاها او سيستمز ايفالويتد كانت السيستمز دي، وانا حاطط هايلايت هنا عشان مذكره بعد شويه فخليها ان ذا باك اوف اور مايند. في الاستادي بتاعته يعني لقى ان في ليميتيشن كبيره جدا، ان التاكسونومي از بيزد اون ريفيو اوف ا بيج سيستم لكن سنجل لارج هيلث سيستم ان بوسطن، وكان شايف ان دي ليميتيشن عشان التاكسونومي مش روبست في راي الاوثر. يعني ففي 2011 نفس الاوثر اللي هو ادم رايت عمل بابليكيشن تانية اتكلم فيها بقى عن كلينيكال ديسيجن سبورت تاكسونومي، واتكلم على comparison ما بين tools في الكوميرشال products او commercial solutions وما بين ومش ما بين يعني و systems internally developed في reputable organizations او reputable health institutions. وكانت دي list of vendors and institutions surveyed، وبرضو انا عامل هنا highlight على all script for a reason هنحطه in the back of our mind. لقى ايه بقى الراجل ده؟ لقى ان زي ما اتفقنا البابليكيشن دي في 2011، لقى ان هو هنا بيادرس الليميتيشن اللي في البابليكيشن بتاعته في 2009، فهو بيقول ان there is no comprehensive taxonomy of types of CDS and has been limited research مش عارف ايه. الكلام ده كله بيقول ان الراجل ده تفادى الليميتيشن اللي في البابليكيشن الاولانيه بتاعته وعمل فكره علشان يعمل تاكسونومي قوي يقدر يعتمد عليه بعد كده عشان يقارن السيستمز ببعضها. وعمل ديلفي بانل من 11 سبجكت اوف ماتر اكسبرت، طلعوا 53 كلينيكال ديسيجن سبورت تول او فانكشن متصنفين في 6 كاتيجوريز. بعت التاكسونومي دي ل 9 كوميرشال اي اتش ار فيندورز، رد عليه 7 منهم وبعتهم لانترنالي ديفلوبت سيت اوف ارت الكترونيك هيلث ريكوردز في 4 انستيتيوشنز، والاربعه ردوا عليه وعرض بعد كده النتائج زي ما هنشوف في السلايدز المقبله. لكن كان من الهايلايتس اللي عايز يتكلم عنها ان
فقط 8 من ال 53 ايدنتيفايد كلينيكال ديسيجن سبورت تولز كانوا موجودين في كل السيستمز. بقيه الموست كومن فانكشنز اللي لقاها في السيستمز سواء ديفلوبد انترنالي او الكوميرشال هي الميديكيشن دوزنج سبورت والاوردر فاسيليتيتورز، ودول تو كاتيجوريز من الستة كاتيجوريز دول. و الليس كومن اللي هم الاكسبرت سيستم زي الدياجنوستيك ديسيجن سبورت والفنتيليتور مانجمنت سجستشن، وهشوف تفاصيل دلوقتي حالا. زي ما احنا قلنا هو التاكسونومي بتاعه كان 53 فانكشن متصنفين في 6 كاتيجوريز اللي هي الميديكيشن دوزنج سبورت اوردر فاسيليتيتورز بوينت اوف كير اليرتس او ريمايندرز ريليفنت انفورميشن ديسبلاي اكسبرت سيستمز وورك فلو سبورت. وكان البيبر دي محترمه جدا ان هي فيها جزء كبير ايديوكيشنال، بيدي اكزامبل وديسكريبشن لكل حاجه. يعني مثلا هنا ميديكيشن اوردر سنتنس، شارح ايه الاوردر سنتنس ومديني مثال الاوردر سنتنس ولقاها في انهي فيندور ولقاها في انهي انستيتيوشن. وزي ما قلنا ان الاوردر فاسيليتيتورز والميديكيشن دوزنج سبورت كان هما دول اكتر اتنين لقاهم في اغلب الفيندورز والانستيتيوشنز. وفي مثال الشهير هنا بتاع الماكسيمم لايف دوزنج تشيك بتاع الدوكس روبسون محطوط من ضمن الكلينيكال ديسيجن سبورت رولز. وده برضو تفاصيل ان 7 فيتشرز موجودين بتوع الميديكيشن دوزنج سبورت، مين الفيندور اللي موجود فيه انهي فيتشرز، ولقى ان الكونتنت افيلابل زي ما قلنا بتاع الميديكيشن دوزنج سبورت هو رقم 1، يليه الاوردر فاسيليتيتور، يليه البوينت اوف كير اليرتس اند ريمايندر اند سو اون. عديت بعد كده على IBM واتسون هيلث ولقيت ان هو بيتكلم على 5 tips for evaluating clinical decision support tools. اللي اهتميت بيه كان حاجتين. الحاجة الاولانية اللي هو ان الافكتيف سوليوشن شود انتجريت انتو كلينيشن ورك فلو، لان في بابليكيشن كتير جدا بتتكلم عن ان الريزيستنس بتاعت الفيزيشنز بتبقى كبيرة جدا للامبليمنتيشن اوف اني نيو تول بتبقى بتضاف على السيستم، والريزيستنس دي بتبقى اليمينيتد لما بيكون او يعني partially eliminated لما بيكون السيستم integrating into seamlessly into the clinician workflow، بحيث ان هو التخوف اللي قد يكون حقيقي يعني من ان هيبقى فيه burden زيادة سواء administratively او time burden على الclinician بيؤدي للresistance. seamless integration into clinician workflow بيمنع الresistance دي لحد كبير. والجزء الثاني اللي هو مذكور في كل التكنيكال ارتكلز اللي هو vendor must offer support 24/7 و ongoing user training طبعا customization. نيجي للاردن سينتاكس اللي هو تحت رعاية ال HL7. في publications بتتكلم عن ال implementation of Arden syntax for medical logic modules اللي بتختصر MLM من 1990، بيتكلموا على therapeutic suggestion alert و diagnosis scores بالArden syntax من 1990. وفي بيبر نشرتها ميدكستر هيلث كير في 2011 بيتكلموا عن الأردن سينتاكس يوز فور كلينيكال ديسيجن سبورت، وكانوا بيتكلموا ان هما كرييتد الديفلوبمنت انفايرمنت والكومبايلر والرول انجن فور أردن سينتاكس، وان هما استخدموه في كلينيكال بروبلم دومين زي الهيباتيتس والمونيتورنج اوف نوزوكوميال انفكشن والبريدكشن اوف ميتاستاتيك ايفنتس في الميلانوما. وذكروا من ادفانتجز بتاعته اللي هي اكتيفلي ديفلوبد HL7 ستاندرد، وان هو ريدابيليتي اوف ذا سينتاكس. والريدابيليتي اوف سينتاكس دي هتاخدنا للمقارنه ما بين HL7 اللي هو فيرجن 2 اللي كان المسج اولدو لسه بتستخدم في كثير من المستشفيات حتى الان، لكن كان المسج ما بتبقاش ريدابل وما بتبقاش فريندلي وبتحتاج فيور علشان تتشاف. HL7 فيرجن 3 از هيومن ريدابل وبيقدر اليوزر الانسان يعني يقرا المسج يفهمها. نفس الكلام بالنسبه لاردن سينتاكس تيز هيومن ريدابل، السينتاكس بتفهم يعني. عنده other advantages، لكن كان التشالنج اللي بيقابلهم وده هنقابله تاني في publication تانية بعد شوية كان التكنيكال انتجريشن with systems اللي عندهم heterogeneous health information system.
وانا شايف ان الببليكيشن دي كانت في 2011، كان التشالنج ده موجود واتنشرت في 2012، يعني التشالنج ده كان موجود وقتها. لكن لما بصيت على الاردن سويت انتر اوبرابيلتي تشارت اللي انا شايفه هنا وشايفه كروس بلاتفورم وبينتجريت مع كل السيستمز، ده اللي هو الوضع الحالي بتاعهم، فانا شايف ان هما كده زي اوفر كيم الديس ادفانتج او التشالنج او الدروباك بتاع الاردن سينتاكس وقتها، او بتاع الانتجريشن ما بين السيستمز اللي هم عاملينها او كلينيكال سيجن سبورت سيستم وما بين السيستمز الحاليه. في ارتكل برضو بيتكلم على الكلينيكال سيجن سبورت اركيتكتشرز، بيتكلم في 12 في جورنال باي ميديكال انفورماتكس في 2008 اظن 2008 في 2008، وكان بيتكلم عن بيقارن الستاندالون ديسيجن سبورت سيستمز مع الانتجريتد سيستمز مع الستاندرد بيست سيستمز مع السيرفيس مودلز، وبيقارنهم باربع حاجات، يعني في اربع توبكس اللي هي الفيتشر ديترمينيشن اكزيستنس اند يوز واليوتيليتي والكفرج. هتكلم عن الفيتشر ديترمينيشن، وان قال الارتكل بيتكلم عن الديزايربل فيتشر فور ديسيجن سبورت اركيتكتشر، منهم الكونتنت انه يبقى انتجريت انت ورك فلو زي ما كل الناس كانت بتاكد في كل الببليكيشنز اللي قابلتني، وانيبل كومبوزيشن اوف رولز اللي هو الكاستمايزيشن، انا مش هاخد وفي ارتكل كان مكتوب انه ما تبقاش تحت اسمها ايه تحت سيطرة الفيندور، او يعني عيلينها بشكل فج اكتر، انك لازم تانيبل الكومبوزيشن، كل النصايح يعني تتكلم انك لازم يبقى الرولز بتاعتك تقدر تكستمايز يور اون رولز، وبيسبورت ايفنت دريفن سي دي اس، وهنا بيافويد الفوكابلري ايشو هنتكلم عنها دلوقتي لانها مهمه جدا، وبيسبورت نون ايفنت دريفن سي دي اس، وبيسيبريت الكونتنت او ديشن سبورت رولز فروم الكود ريكوايرد تو اوبريت ذا كلينيكال سيستم. لما جينا بصينا على الاردن سينتاكس لقيناه بتقريبا ماشي كويس مع كله، ما عدا ان هو بيسبورت الديشن سبورت اوفر بوبوليشن، دي ميسنج في الاردن. الاوثر بيتكلم ان ممكن يعمل ورك اراوند بان هو يعمل لوبينج اوفر ذا بوبوليشن اوف بيشنتس، لكن برضو از ديسكليمر بيقول ان انا ما شفتش اي كوميرشال اور ريفرنس امبلمنتيشن ويتش سبورت ذيس كابابيلتيز، لكن هو بيتكلم ان ليها ورك اراوند. يعني الحاجه الثانيه هي الفوكابلري ايشوز، وان الاردن سينتاكس بيكريت فوكابلري ايشوز باي ليفينج فوكابلري سبيسيفيكيشن تو ذا يوزر، وفي بابليكيشنز بتتكلم عن ان الاردن سينتاكس من التشالنجز بتاعته ان هو عشان يكويري اللوكال انستتيوشن داتابيز محتاج يستخدم الفوكابلري بتاع اللوكال سيستم علشان يعرف انتجريت. برضو من الحاجات اللي مريت عليها كان ارتكل منشور سنه 2009 الايجنسي فور هيلث كير ريسيرش اند كواليتي، وكان بيتكلم على كلينيكال ديسيجن سبورت سيستم ستيت اوف ارت، وديسكاس ذا تايبس اوف سي دي اس والامباكت اند افكتيفنس بتاعتها والديزاين امبلمنتيشن والإيفاليويشن. هقول كلمة واحدة بس في الجزء بتاع الإمبليمنتيشن، إنه برضو بيتكلم عن إن clinicians must be motivated، ولأن الإمبليمنتيشن of CDS may still be resisted by clinicians علشان برضو time pressured patient care process وخوفهم زي ما قلنا اللي قد يكون حقيقي إن يبقى فيه burden extra من الإمبليمنتيشن of CDS. الارتكل اتكلم على اكرونوم اسمه متريك، ومتريك ده stands for measure everything that really impact customers، وكان بيوضح ان السكوب بتاع الكاستمرز اللي احنا لازم نراعيهم اثناء الامبلمنتيشن اوف كلينيكال ديسيجن سبورت يشمل كل الستيك هولدرز او اصحاب المصلحه، يعني مش بس الكلينيشنز لكن برضو البيشنتس والاورجانيزيشن اتسلف. في 2014 في ببليكيشن اسمها باريرز اند فاسيليتيتورز تو كلينيكال ديسيجن سبورت سيستم ادوبشن، ده كان سيستماتيك ريفيو، ومن كلمة barriers and facilitators نقدر نطلع البوينتس اللي ممكن لو الكلينيكال decision support system بيميت نقدر نبقى عارفين ان السيستم ده هيبقى adopted easily او هيبقى فيه barriers للimplementation بتاعته. ومن الهايلايتس بتاعتنا اللي هي بيمبروف البرودكتيفيتي، وده برضو هو متماشي مع المذكور قبل كده، انه مش بيعوق سير العمل او مش بيزود التايم بيردن على الناس، ان برضو بيبقى فيه فاست انفورميشن ريتريفال وترانسفير، فليكسبيليتي اوف ذا سيستم، انتجريشن
into workflow, good information presentation, user friendly, وبي integrate السيستم into existing system, والgood training واذر فاكتورز طبعا. اللي اقصده ان احنا if we can have a look at الحاجات اللي بتمنع الimplementation او الحاجات اللي facilitate implementation, ممكن نجيت an idea to evaluate any new tool على ال check list دي. هنا هنستعيد بقى الحاجات اللي احنا كنا حاطينها in the back of our minds. على الموقع بتاع HL7 Organization في السكشن بتاع الأردن سينتكس كان بيذكر أربع كيس ستاديز فور إمبليمنتيشن, كان منهم ميدكستر وماكسن وأول سكريبتس وسيمنز. I visited السايتس بتاعتهم. أول سكريبتس بالتحديد كاتبة 7 كيس تو سكسس وكلينيكال ديسيجن سبورت, وهم حاطين نفسهم in the shoes of the client وبيفكروا ككلاينت يعني ايه السبع keys to success. وات ذا اند طبعا هم الاوثر اصلا قال انا I'm biased ان all script solution هتديك كل السبع keys of success دي. ماكسن عامله كذا solution. انتركوال اللي كان تبع ماكسن بقى دلوقتي part of change healthcare. سيمنز برضو عامله كذا decision support system. في الريليس الثاني للامبلمنتيشن جايد لاردن سينتكس مكتوب بس 2 كيس ستاديز فور امبلمنتيشن اللي هي ميدكستر وماكسن. في 2013 في الفريكوينتلي اسك كويستشن برضو موجود على الويكي بتاع HL7 مذكور برضو اول سكريبت وماكسن وميدكستر وسيمنز as clinical decision support applications يعني that implemented Arden syntax. والorganization في 2013 list مذكور كذا organization بمين implemented. وفاينالي نتكلم عن اللايت article دي اللي هو 7 things to consider when choosing clinical decision support software. انا هتكلم على 2 او 3 منهم بس. اول حاجة ال ease of use, وال انه لازم يفيت سيملسلي انتو ذا ورك فلو, ولازم يبقى يوزر فريندلي انترفيس, ولازم يبقى كاستمايزابل, ولازم يبقى فيه بيبروفايد فيدباك ريبورتنج عشان يعمل كواليتي امبروفمنت.